الأنوم بنظرة الأيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين وأجدادك المعصومين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ربيع الأنام. وقبل أن نبدأ طبعا، وقبل أن نبدأ في موضوع الحلقة باسمي وباسمكم وباسم كادر قناة الحجة، نهنئكم ونهنئ العالم الإسلامي ونهنئ سماحة الشيخ أيضا بولادة السيدة الطاهرة الجليلة، سيدة نساء العالمين وخير نساء الأرض من الأولين والآخرين، سيدتنا ومولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهرة صلوات الله وسلامه عليها. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، ونعيد عليكم التهنئة مرة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أيضا أهنئكم وأهني الجمهور وجميع الموالين بذكرى ولادة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. أسأل الله أن يوفقنا لأن نسير على نهجها، وأن يوفقنا للدعاء بتعجيل فرج ولدها الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. أحسنتم شيخنا، ولعله من أفضل الهدايا، لعله أو يعني اللمسات البسيطة التي قد تداوي قلب صاحب الزمان سلام الله عليه، أنه خصوصا موضوع حلقة اليوم، وهو بالنسبة للمشاهدين الكرام المفترون على الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف، موضوع مهم جدا، خطير جدا، ويحتاج إلى الدقة فيه جدا. يعني هذه كما تعلمون أعزائي المشاهدين، وكما تطرقنا في حلقة سابقة بدأنا بالموضوع قضية الافتراء على الأئمة، ذكر سماحة الشيخ أمثلة، أنا لم أكن حاضرا مع الأسف، بابن أبي حمزة البطائني وكيل إمام الكاظم وغيرهم ممن كانوا حجر عثرة في طريق هداية الناس. ولعله ذكرتم سماحة الشيخ أنه الطريقة الأولى هي كانت طريقة الترويع والترهيب، الطريقة الثانية التي يكون بها الإنسان حجر عثرة هي بالتزييف والتلاعب والكذب والافتراء كما يعبر عنه الدعاء الشريف. طيب، بالنسبة لهذا الموضوع المهم الخطير الذي قد يهتدي بسببه الكثير وقد يظل بسببه الكثير، يعني بسبب جهله، موضوع المفترون على الحجة صلوات الله عليه، نتابع وعودا على بدء كما يقولون. بالنسبة لهذا الموضوع ماذا فيه من مزيد، وخصوصا المفترون على الإمام الحج عليه السلام؟ نعم، كما ذكرت في الحلقة الماضية هذا الموضوع خطير، وأئمتنا عليهم السلام كلفونا تكليف بخصوص المفترون على أهل البيت عليهم السلام. أنا في الجلسة السابقة قرأت الرواية الإمام العسكري عليه السلام، من ذاك الوقت اللي أنا شايف الرواية، يعني كل ما أوقع في الرواية أحس ب يعني أخاف من هذا التهديد اللي الإمام العسكري سلام الله عليه جاي يعاتب ويشدد العتاب على الشيعة إذا ما أدوا حق قهم في تكذيب وفي لعن وفي البراءة والتبري من أولئك النماذج. يعني المرور عنهم مرور الكرام والتساهل في أمرهم أمر الإمام يقول سأحاسبكم عليه يوم القيامة. شيء غريب هذا. أنا أحب أن أذكر هذه الرواية ولو تكرار يصير ولكن مهم، ثم أذكر رواية أخرى عن الإمام المهدي سلام الله عليه، بعد نتابع مسألة المفترون على الإمام الحجة سلام الله عليه. نعم. الرواية وردت عن الإمام العسكري سلام الله عليه بشأن فارس بن حاتم القزويني. هذا الشخص على كل حال كان من الأشخاص الذين كان يكذب على الأئمة عليهم السلام، موجود في الرجال من الكذابين المشهورين. الإمام العسكري سلام الله عليه كتب إلى أحد مواليه
كتابا فكتب إليه قال ليس يسعني من ضمن الكتاب قال أنا أذكر لك ما في باطني ليس يسعك إلا الاجتهاد في لعنه وقصده ومعاداته والمبالغة في ذلك بأكثر ما تجد السبيل إليه فجد جد وشد في لعنه وهتكه وقطع أسبابه وصد أصحابنا عنه اجتهد في أن تصد شيعتي أن ينزلقوا من هذا المنحرف وإبطال أمره وأبلغهم ذلك مني واحكه لهم عني وإني سائلكم بين يدي الله عن هذا الأمر المؤكد يوم القيامة الإمام الحجي يسألني يقول ذول المفترون علي اللي يجوا يفتروا علي ايش سويت أنت لو واحد كان مفتري عليك وعلى أجدادك وأعمامك ايش مسوي أنت كنت يعني تقف مكتوفة الأيدي بتمر مرور الكرام مرور الكرام هو افترى علي على خليفة الله وسبب في إضلال الناس الإمام العسكري سلام الله عليه يقول أنا سائلكم عن ماذا عن الاجتهاد والشدة في لعنه مو عن لعنه والتبري والشدة سائلكم بين يدي الله عن هذا الأمر المؤكد فويل للعاصي وللجاحد وكتبت بخطي ليلة كذا إلى آخره هذا نموذج حتى المشاهد الكريم يعرف أهمية الموضوع لأن أكون للأسف الشديد لما يظهر بعض من هذه النماذج نسمع من بعض المؤمنين يقولون اتركهم ايه فهم خلوهم لا أمرونا بشيء آخر بالوقوف أمامهم لأن خطرين ذولا ليش هم يعني لأنه كذبهم ودجلهم قد يخفى على عموم الناس ليش من الداخل تحس يعني أحسنتم رواية أخرى عن الإمام المهدي سلام الله عليه توقيع يظهر من هذا التوقيع أن أولئك الكذابين شلون يشقلون وشلون يسببون إدخال الأذى على الإمام المهدي على الحجة وعلى ولي الله يعني شوف قلب الإمام كم محترق من أولئك حتى نعرف إمام زماننا أن الإمام المهدي سلام الله عليه الآن عنده وهم مو أنت تدي أنت من شيعته هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى الآن ابن أحمد سلام الله عليه والإمام المهدي سلام الله عليه عنده هم شنو همه أنت لابد أن تهتم لهمي اسمع لهذا التوقيع حتى تعرف هم الإمام طيب التوقيع رواه عن أبي عمرو العمري هو النائب الأول عثمان بن سعيد الإمام المهدي سلام الله عليه صار تشاجر بين بعض الشيعة في مسألة الخلف من بعد الإمام العسكري سلام الله عليه لأن قام أولئك في ذاك الوقت مجموعة أنكروا الخلفة للعسكري سلام الله عليه مجموعة دعوا الإمامة لشخص آخر وقد بعض ذهب إلى عم الإمام جعفر زين كتبوا إلى من خلال النائب الأول هذه في بداية الغيبة الصغرى اللي هو كان أصلا وكيل الإمام العسكري أيوه باب الإمام هو أحسنته كان وكيل الإمام العسكري وبعد وكيل الإمام وكيل الإمام المهدي سلام الله عليه زين كتاب التوقيع اللي رجع الإمام سلام الله عليه بيّن لهم القضية قال ما يصير الأرض تبقى بدون حجة شلون إمام والدي يموت وما يخلف إمام ذكر الأدلة بعدين في مقطع الأخير من التوقيع هذا ماذا قال اللي هو يناسب حتى هذه الليلة ليلة ميلاد سيدة نساء العالمين قال بعد ختم الكلام في الأخير قال ولولا ما عندنا من محبة صاحبكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل يقول أنا جاي أكتب لكم كتاب
لأن أحبكم، لأن قلبي يحن إليكم وأنا أشفق عليكم. لولا هذه الشفقة وهذا المحبة عندي شغل كثير، عندي هم ما يخليني أكتب لكم. طيب إمام يكتب يجيب، بس يريد يبين لك أنه شنو اللي القضية المهمة شاغل، ما الذي شاغل بال الإمام المهدي. لكنا عن مخاطبتكم في شغل. طيب ليش؟ شنو؟ مما قد امتحنا به من منازعة الظالم العتل الضال المتتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له الجاحد حق من افترى الله تعالى الظالم الغاصب. كل خطأ، كل ألقاب لشخص ادعى الإمامة دون الإمام المهدي سلام الله عليه. يقول نحن في شغلنا، لأنه الله ابتلانا امتحننا به بهذا الشخص، ابطال عمل ذاك الإمام. يعني هذا الشخص الذي من يفتري على الإمام الحجة سلام الله عليه ويدعي الإمامة ويدعي النيابة الخاصة أو أي شيء، هذا الشيء إلى الإمام هو الراعي، هو الأب الوالد، فيهتم لذلك. صحيح. ثم قال وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وعليها صلى الله عليه وآله وعليها طيب إلي أسوة حسنة. سلام الله، شنو هالكلام لطيف. يقول كما أمي فاطمة الزهراء ابتلاها الله بذاك الظالم الغاصب، شلون شاغل قلب الزهراء سلام الله عليها، كذلك أهلي. لكن أنا أتأسى بأمي الزهراء بعملها وصبرها سلام الله جهادها. ولي في ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وعليها أسوة حسنة. يعني الإمام الحجة سلام الله عليه يقول أنا أتأسى بأمي، هذا في مدالل كثيرة. إمام هو الأسوة، هو الأسوة. إذا هو يتأسى لغيره يعني ذاك يصير إمام على هذا. يحسن تمام فعلا. عموما هذا مقام فاطمة الزهرة سلام الله عليها محفوظ في محله. إذن فمسألة المفترون الذين يفترون على الإمام الحجة سلام الله عليه، هذا لو إحنا نحسب له حساب نفتح له باب كما يحسب له الإمام. أحسنتم، وإمام يسألنا عن ذلك. كل شخص بموقعيته. أنا ما أقول يعني أنت إذا عندك إمكانية علمية تقف أمامهم في رد شبهاتهم، أو ما عندك إمكانية مادية تعين من يبطلهم، ما عندك تبث ثقافة السد عليهم. أنا ذكرت في الحلقة الماضية في مسألة الحلاج، علماء الطائفة شلون تعاملوا معه؟ جعلوا أضحوك يطنزوا به عند كل أحد، يعني علي بن حسين بابويه الصدوق والد الصدوق في قم، وكذلك النوبختي في بغداد، يعني سووا فتح حالة الناس يضحكون به. هم مطلوب يعني يزال. فإنا نستهزئ بكم. أحسنت. فإنا نسخر منكم كما تسخرون. مو مسخ يعني السخرية اللي من غير حق. لا مو من غير حق. لا هو ادعش أمرا باطلا. باطلا. يعني. فتظهر باطله يصير الناس. يصير مضحك. يصير مضحك. مهرج يعني. أي. فأنت تظهر باطلهم يعني تحاول. أنت تكشف حقيقتك. من تكشف حقيقتك يصير هو الناس يضحكون به. وهذا المطلوب علينا. زين، أنا ذكرت هذا يعني هاتين الروايتين على مود البحث، أهمية البحث وأهمية اتخاذ الموقف السير مهم. الآن المفترون على الإمام كما تفضلتم، نذكر بعض النماذج، ولو أن لو نريد نسرد كل النماذج كثيرون، يعني قد أعداد يعني بالغة، قد ما يعني كثير منهم أسماذك لم يبقى عنهم ذكر، كثيرون. كما ذكرت أنه بحصول الغيبة الصغرى والبعد الغيبة الكبرى، ذولا أجوا شافوا الساحة كأنما فارق فعلا، فبدأوا بأكذوباتهم. شيخنا بس إذا سمحتم قبل أن نبدأ بتعدادهم، هذا هم يشير إلى قضية، أن قضية الإمام المهدي راسخة في الأمة، على سواء السنة أو الشيعة. نعم. لأن السنة أيضا ينتظرون. نعم. يعني. نعم. الإمام المهدي، فهي قضية كأنما منتهى من عندها. نعم. نعم. هذا ذكره
الشيخ الطوسي في الغيبة اللي نعم. تقوله هو ذكره الشيخ، وين؟ الشيخ الطوسي ذكر عنوان السفراء الذين المذمومين الذين ادعوا كذبا انهم سفراء، ذكرهم بعد في الاخير قال تدري ليش انا ذكرت هذه الامر هذه المساله؟ حتى تعرف ان مساله الامام المهدي مساله ثابته، بحيث إيه؟ ذولي يدعون كذبا ان ليس في يعني ان اي القضيه راسخه في ضمير الامه، الراسخه في ضمير الامه، لان يعني اذا مو راسخه فهذه شو الفائده؟ شنو الفائده من دعوه السفاره؟ هذا رد على اولئك الذين يدعون يقولون بعض المهرجين الموجودين للاسف في يومنا هذا يقولون ان قضيه الامام المهدي لا في ذاك الوقت ما كانت مساله الشيعه تعرفها، والشيعه صارت بعد شو اسمه الشيعه في القرون المتاخره صنعت هذه الفكره. المفيد صنعها مثلا او من بعد المفيد. بينما لو كان هكذا فذول المدعين الذين ادعوا السفاره كذبا وزورا شو يدعي؟ يعني فكره راسخه. جيد، يعني التفاته مهمه هذا الالتفات. زين، من أولئك النماذج إضافة الذين ذكرناهم في الحلقة الماضية شخص اسمه ابن أبي عزاقر الشلمقاني. هذا الشخص كان النائب الثالث أبي القاسم حسين بن روح، أرسله إلى بني بسطام، كان وجيها عندهم، فجعله وباعتبار كان فقيه. نعم. يعني نعم. الشلمقاني فقيه له مو رجل سهل. نعم. مو رجل سهل. ما أدري شلون أشبه لك الشلمقاني حتى المشاهد الكريم يأخذ لفت صورة إجمالية عن موقعيته آنذاك عند الشيعة. لما صدر التوقيع بلعن الشلمقاني والتبري منه، نعم، راجعوا إلى النائب الإمام قالوا ماذا نصنع به وبيوتنا ملء من كتابه. عجيب. كان عنده كتاب يسمى كتاب التكليف، كتاب التكليف مالته كانت عبارة عن رسالة عملية عجيب الشيعة تعمل بها. يقول بيوتنا ملء من هذا الكتاب، يعني في كل بيت شيعي كان نسخة من رسالة عملية لابن أبي عزاقر الشلمقاني، بحيث صارت يعني مشكلة. قالوا إذا هاي تشوفه إحنا كل بيوت نبي، يعني شخص عنده هيك موقعية في الطائفة يرجعون إليه كلهم، فقيل مو فت يعني فت مسألة سهلة. فلذا الكذابون لابد الإنسان يأخذ حساب. يعني إحنا نتصور المفترون على الإمام الحجة ذول الساقطين وأهل المكسر، هذا لا عمي موج مو هكذا. زين، كان عنده وجاهة أبي القاسم حسين بن الروح، جعله عند بني بسطام. نعم. وكان يحكي، هذا أنقل لكم عن القيبة للشيخ الطوسي، يقول وكان يحكي كل كذب وبلاء وكفر لبني بسطام ويسنده عن الشيخ أبي القاسم. هذا كلام حسين بن الروح، فيقبلونه منه ويأخذونه منه طبعا. حتى انكشف ذلك لأبي القاسم. هو انكشف عند هذا جاي يكذب علي، فأنكره وأعظمه ونهى بني بسطام عن كلامه وأمرهم بلعنه والبراءة منه. يقول الشيخ الطوسي فلم ينتهوا وأقاموا على توليه. شوف الناس، هو النائب الإمام يقول هذا كاذب، ما قبلوا منه، قالوا احنا وجيه عندهم احنا قابلين به. شلون يعني ماخذ احساسات الناس، ماخذ عواطف الناس؟ شلون؟ زين، شوف شلون ملبس. هذه النماذج مهمه، لانه نماذج معاصره ان شاء الله سنذكرها. يعني نجد كانما الخرائط متشابهه. التاريخ يعيد نفسه. اي نفسه. زين، لما حسين بن روح لعنه وتبرع منه، هذا ايش قال الشلمقاني؟ قال تدري ليش هو لعني؟ لأني يقول إنني أذعت السر وقد كان قد أخذ علي الكتمان فأوقبت بالإبعاد، لأنه حملني أمر لا يتحمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا كذا. يقول هذا لعنة لأني مفروض ما أحكي لكم زايد، حكيت لكم زايد يعني أنا خوش رجال، بس
مرة أخرى بلغ أبا القاسم فكتب كتاب إلى بني مصطفى موجه، قال لعنوه تبرأ منه وأنا أتبرأ منه ومن من أقام على توليه. طيب زين. لما وصل كتاب ابن روح إليهم أظهروه له، قالوا يا أيها الشلمقاني هذا كتاب، هذا شوف شيخ شعر هو الرجل قلت مرجع في الشيعة مرجع عام، فإجاهم كتاب من نائب الإمام أنه هكذا. شوف شلون تدليس بالله عليك. فبكى بكاء عظيما عجيب، قام يبكي الشلمقاني لما شافك قام يبكي. طيب قال إن لهذا القول باطلا عظيما، وهو أن اللعنة الإبعاد، معنى قوله لعنه الله أي باعده الله عن العذاب والنار. لا إلا الله. والآن عرفت منزلتي، ومر خديه في التراب وقال بس ديروا بالكم لا تحكوا هذا الحكي، لأن هاي موقعية إلية. شوف لا تنشروا فضائلي يعني. لا تنشروا فضائلي. عجيب. هكذا يعني يمررون كذبهم ودجلهم على الناس. نماذج معاصرة تجد شلون يأتي شخص أنت لا شايف ولا ملتقي بي ولا مجرد أصوات ومجرد يعني تتبع اتباع بحيث مستعد لو نفس الأسلوب سبحان الله في لي عنق الكلام طبعا. زين بعد وصدر التوقيع بعد من الإمام المهدي سلام الله عليه أنه قال أن محمد بن علي الشلمقاني أجل الله له النقمة ولا أمهله، قد ارتد عن الإسلام وألحد في دين الله وادعى ما كفر معه بالخالد وافترى كذبا وزورا. هذا توقيع الإمام المهدي. نعم. وإننا قد برئنا إلى الله تعالى وإلى رسوله وآله، ولعناه عليه لعائن. بعد قال وعلى من شايعه وتابعه أو بلقه هذا القول منا وأقام على توليه بعد الله. الإمام المهدي يقول أنا ألعنه وألعن من يتبعه وألعن من بلقه كتابي ولم يتبرأ منه ولم يتبرأ منه وأقام على توليه. بعد يقول هذا التوقيع لم يدع أحدا من الشيوخ إلا وأقرأه إياه، وكتب من بعده منهم بنسختي في سائر الأمصار، فاشتهر ذلك في الطائفة فاجتمعت على لعني والبراءة منه. هذا موقف الطائفة. كيف نتعامل مع أولئك المفترين؟ هكذا. شوف شلون شهروا به. وذاك الوقت ماكو تواصل اجتماعي وماكو كتاب، استنسخوا وزعوه في يعني الأمصار. ظاهر الاجتهاد، الاجتهاد في القضية واضح يعني. واضح اجتهادهم في أنهم تبرؤ منه. إيه مو حسن الإمام المهدي كتب ما يخالف زين إحنا نتبرأ من هذا. لا استنسخوا شهروا في كل مصر في كل مدينة حتى كل الطائفة في كل أمصار في كل مدن اتفقت على ماذا؟ على التبري من هنا من الشلمقاني. زين نموذج آخر من قبل النموذج الآخر شيخنا فاصل ونبدأ بالنموذج الآخر إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونواصل معكم إن شاء الله. على ربيع الأنام ونظرة الأيام، على ربيع الأنام ونظرة الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، عدنا لكم بعد الفاصل. شيخنا العزيز كنا تكلمنا قبل الفاصل عن الشلمغاني وكيف أنه كان أحد الذين افتروا على الحجة بن الحسن سلام الله عليه، وكنتم ستبدأون بالنموذج الثاني. هذا النموذج في أهمية من جهة أن الشخص الذي الطائفة تبرأت منه إلى مكانة موقعية مرموقة، هو كان أبو بكر البغدادي. هذا الشخص يصير ابن أخ النائب الثاني العمري، ابن أخ النائب الثاني أي محمد بن عثمان
ابن أخو يعني. أحسنت. طيب. ابن أخو. ابن أخي الشيخ أبي جعفر محمد عثمان العمري. زين، هذا شنو سالفته؟ شيخ الطوسي يذكر في الكتاب الغيبة، يقول: من الذين ادعوا كذبا شخص اسمه أبي دلف. زين. أبي دلف المجنون. فهذا أظهر القلوب ثم جن إلى آخره، والشيعة كانت تستخف به. نعم. يقول هذا ابن أخ العمري أبي بكر البغدادي هو ادعى لأبي دولف هذا المقام، يعني ادعى أن أبو دولف إلى مقام السفارة. طيب. يقول إحنا وجهنا له دعوة خطاب، قلنا أنت صدق تحكي؟ فأنكر ذلك وحلف عليه، قال لا، هذا كان مو صحيح، أنا ما مدعي، أنا ما مدعي هذا. طيب. ما مدعي لأبي دولف، لأبي دولف. نعم. فقبلنا ذلك. هذا من يحكي السند؟ قبل أن أذكر لكم المتن أقرأ السند. طيب. المهم. من يحكي هذا الحكي؟ شيخ الطوسي. طيب. عمن؟ أنا الشيخ المفيد. عجيب. زين. عن أبي الحسن ابن بلال المهلبي، عن ابن قولبي صاحب كامل الزيارة. دول أربعة من رؤساء الشيعة في الغيب. يعني هذا الذي سأذكر لكم هو رأي وفتوى أربعة من كبار وجوه الطائفة. نعم. شيخ الطوسي، شيخ المفيد، المهلبي، وابن قولبي صاحب كامل الزيارة. زين. يقول هو أنكر وإحنا قبلنا من عنده. فلما دخل بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة وأوصى إليه، لم نشك أنه على مذهبه. لما وصل بغداد أبو دولف يعني. لا، هذا البغدادي. إيه هو أوصى إلى أبو إيه دولف. إيه أحسنت. رأينا لا، هو على مذهبه. إيه. يقول لما رأينا هذا، شوف العبارة شلون قاسية، فلعناه وبرئنا منه، لأن عندنا أن كل من ادعى الأمر بعد السموري الرابع فهو كافر منمس ضال مضل. عندنا مسألة ما به نقاش، ما به نقاش. بعد السموري كل من يدعي السفارة قطعا هو كافر ضال مضل منمس. هذه قاعدة مهمة، في أنه إن شاء الله سنذكر في كيفية التعامل مع أولئك المفترين، أحسن علاج التمسك بمحكمات الدين، محكمات المذهب، ضروريات المذهب. من ضروريات المذهب انقطاع باب السفارة بعد السموري. هذه المسألة ضرورية عند الشيعة، ما بها نقاش. الأمور التي ليس فيها نقاش هذه لابد أن تكون خطوط حمراء لا تتعدى. فإذا رأيت أحد يريد يتعدى هذه الخطوط، اعرف أنه كذاب، كذاب. ما بمجال هذا. بعبارة أخرى، إذا أنت إذا رأيت شخص جاي يدعي دعوة، هذه الدعوة مخالف البديهي، زين، هل ستستمع إلى أدلته؟ شنو تستمع لأدلته؟ هو نفسه استماعك لأدلته كأنما تعطيه مجال، كأنما أنت شاك في الأمر البديهي. وهذه مشكلة. هذه مشكلة. من يدعي السفارة، من يدعي أنه مرتبط بالإمام الغائب، أساساً الغيبة مولانا العزيز والغيبة التامة، لأن عندنا غيبتان بضرورة الروايات. نعم. غيبة الصغرى وغيبة الكبرى. كبرى. إذا الإمام المهدي فالغيبة الكبرى أيضاً له باب وسفير ونائب. ما الفرق بين الصغرى والكبرى؟ صار. ثم الغيبة يعني العمل السري. كيف يمكن تنظيم سري يفتح له مكتب ويدق له إعلان؟ أنا ما يصير هذا. فعلا. ما ممكن. فمن يدعي أنا سفير الإمام الغائب، نفس ادعائه يعني هو كاذب. بعد أنت تأتي وتستمع لأدلته وهو يشككك في ذلك، وبعد ذلك هم يموه عليك، يقول لك أنت بالليل سترى في المنام شيئا، وأنت تحدث نفسك منا إلى الليل أني سأراه أو لا أراه. وهم حديث النفس في المنام مؤثر في المنام، مؤثر يظهر لك وتعتقد به، خلاص انتهت. من البداية كنت تقطع الطريق، لأنه هذه بديهية. أنت كذب، تعال استمع لأدلتي. ما بمجال، ماكو، لأن هو بديهي عندي. دعوة السفارة بديهية. يقول هذا، قلت هذا كلام المفيد
والشيخ الطوسي وابن غولوي وغيره من الأعلام، كل من ادعى الأمر بعد السموري كافر، كافر منمس ضال مضل. زين، قصة أخرى موجودة يقول أنه على كل جماعة الشيعة كانوا جالسين، فدخل هذا الشخص ابن أخ الأمري فقال أمسكوا فإن هذا ليس من أصحابكم، يعني شلون يطرد من 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 الطائفة الشيعية، من من المجتمع الشيعي، هذا يطرد. على قولت ما ينطوجه أصلا. ما ينطوجه، أحسنت. زين، هذه النماذج التي ذكرتها كانت في الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى. الآن نريد أن ننتقل إلى نماذج أخرى في عصر الغيبة الكبرى. قلت النماذج كثيرة، أنا أكتفي بعينات. من تلك النماذج ما ظهر في هذه في المئة الأخيرة، يعني أقل من 100 سنة تقريبا، حدود 70 سنة إلى 100 سنة تقريبا، وهي دعوة البابية اللي انتهت إلى البهائية. علي محمد الباب ادعى أولا أنه باب الإمام كما شيخ الطوسي ذكر في الغيبة، قال هؤلاء المدعين دوم هيك طريقتهم، أولا يدعون الباب ثم يرتقون يدعون شنو المهدوية، ثم يدعون أكثر من ذلك النبوة الألوهية. عجيب. مثل حلاج. شيخ الطوسي ذاكرها، نفس الحالة صارت في القصة، عيدت بالنسبة علي محمد الباب. قصة علي محمد الباب جديرة بالتأمل. طيب، لأن واقع معاصر جديرة بالتأمل، يعني لابد أن ندرس هاي الظاهرة وندرس مناشئ هذه الظاهرة. أهم شلون نشأت هذه الظاهرة. أجى الرجال ادعى أنه باب الإمام، وبعد ذلك لما شاف صار إلى جمهور ادعى أنا الإمام أنا المهدي، وبعد فترة ادعى النبوة، وبعد ادعى حتى أنه هو مظهر لله. بعدين لما أخذوه على كل الدولة القاجارية في إيران، أخذه العلماء على ضغطوا عليه، كتب كتابا مثلا كأنما تاب، ثم لما قتلوه أعدموه. بعده جاء شخص آخر ميرزا حسين علي النوري اللي يلقب بالبهاء عندهم، وشكل لهم الديانة البهائية اللي موجودة إلى يومنا هذا، والمركز مالتهم يصير وين؟ بالأراضي المحتلة الإسرائيلية الفلسطين. أنا أريد أذكر في قصة مسألة البابية قبل ذكر معالم مذهبهم وأفكارهم وغير ذلك في هذا الوقت الذي بقي عندنا، أنه في أي بيئة، في أي، يعني شلون ظهرت، كيف انتشر، كيف ظهر وانتشر، كيف وجد مقبولية عند الطائفة، شلون. إذا نريد ندرس ظاهرة البابية بشكل جيد، كون شوية كم خطوة نرجع للوراء. نرجع للوراء. طيب، نرجع وين نرجع؟ نرجع إلى أحد علماء الطائفة، الشيخ أحمد الأحسائي. الشيخ أحمد الأحسائي خوب من العلماء، هو معروف عنده منحة معينة كتب، بس أنا ما أتكلم في منهج وفي كلمات الشيخ أحمد الأحسائي، أنا جاي أدرس دراسة تاريخية. طيب، الشيخ أحمد الأحسائي كان عنده دروس وكتب وتلامذة وأشخاص ومعتقدين فيه، وقد كان عنده بعض أمور غيبية باطنية، ما أدري كرامات ولا ما عنده. أتباع الشيخ أحمد الأحسائي اللي كانوا يمه، اللي كانوا يتتلمذون عنده، طيب، صارت نظرتهم إلى الشيخ ملقب الأوحد مو أنه عالم من العلماء، فقيه من الفقهاء، لا، هذا شوية فوق العالم من العلماء، لا، هو شيء يعني كأنما نادر في سابق الزمان وفي اللاحق.
لم يسبقه ولم يلحقه أحد. لعلهم لذلك لقبوه بهذا اللقب. اي لوحد الشيخ لوحد. زين الى هنا قد تقول خو بعد هو عالم عنده نبوغ عنده صاحب مدرسه فكريه سبق فنظ نصحت مباني او بطلان مباني بالتالي اكو مجموعه يعتقدون في عالم انه الى هنا مو مشكله ما مشكله, مو مشكلة. زين لما توفى شيخ احمد الاحزائي قالوا لمن نرجع لمن نرجع بعد رحيل الشيخ الاحزائي اكثرهم رجعوا الى سيد كاظم الرشدي. سيد كاظم الرشدي كان تلميذ الاحزائي. نعم. قالوا ليش خسر الرشدي ليش رجعت ضد الرشدي؟ قالوا سمعنا هذا منقول في كتبهم أن الشيخ قال ولدي كاظم يفهم ولا يفهم غيره. طيب كريم خان الكرماني اللي هو تلميذ الرشدي هو ينقل يقول سألنا سؤال الشيخ الأحسائي هذا أذكر لكم المصدر هداية الطالبين محمد كريم خان الكرماني هو في هذا الكتاب يقول سئل الشيخ الأحسائي شوفوا هذا السؤال والجواب شيء 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 انطبع عندكم زين انطبع عالم فقيه لو شيء آخر. طيب شوفوا قال سئل الشيخ الأحسائي أنه إذا افتقدناك فمن من أخذ العلم؟ طيب فقال من السيد كاظم. لطيف إلى هنا لا إشكال يعني عالم يوثق عالم آخر ما بيه شيء. فإن هذا تتم فإنه أخذ مني مشافهة وقد أخذت العلم مشافهة عن أهل البيت والسيد كاظم أخذ العلم عن الله مباشرة. هسه هاي التتمة هو من كلام الأحسائي لو أو من زيادة أو كرماني, كرماني. هذا ما أدري. طيب بس أقول هذا الانطباع عندهم يعني عندهم أن الرشدي مو فقط عالم لا عنده قناة سرية علم لدني. هسه ميت إذا كان لدني مع الإمام بس تقول هو يختلف عن بقية العلماء يعني بقية العلماء حتى لو اجتهدون علمهم بالدرس فقط ما يصل هذا غير شكل هذا غير شكل. شوف هذه يعني فد إنظار علماؤنا فقهاؤنا رفع الله شأنهم كما يقول الإمام العسكري هم مرابطون في الثقل الذي يلي إبليس وعفاريته ومقامهم كبير بس مقامهم مقام عالم مو أكثر فقيه سنتم. مو أكثر فلذا فقيه بشري فلذا يمكن يأتي فقيه آخر أعلم من عنده ينتقده يأخذ من قوله ويرد على قولته حسب إذا طبعا مو الجاهل يرد على العالم لا عالم آخر يعني هو كلامه في محك على كل الرد والقبول حسنت. في بوتقة النقد والانتقاد إذا جعلنا عالما علماء المذهب فوق أن ينتقد حتى من سائر العلماء هذه مشكلة هذا 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 بدايات مؤشر أحمر هذا أحسن هذا يؤدي بك إلى دعوة السفارة والمهدوية ويؤسس لك أديان الآن سأشوف هو حتى لو ستشوفون البابية والبهائية من نتاج هذا الفكر سأبين لكم شلون وإن يعني إحنا وإن كان مثلا يعني الشيخ ليس له ذنب مباشر ولكن هذه الطريقة تمهد أحسنتم زلة هذه أنا ذاكرها في بعض المقالات زلة من 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 يعني هو مفروض الشيخ يردعهم لا أكو علماءنا كثيرون لما يشوفون بعض الناس تبالغ بسذاجتهم بطيب خات شو اسمه صحيح يقول لا تسوي شيء لا تسوي أنا كذا أنا صحيح حتى يربيهم فعلا لأن ذول الناس عوام الناس تغتر يحبون يقدسون من يعتقدون فيه أشد تقديس فعلا ما يقبل أي واحد ينتقده إذا ينتقده كأنما انتقد دينه وربه وقرآنه ويعني كأنما هو بشر ما أقول لك سهم إفراد وتفريط ما أقول لك يجي جاهل اللي ما يعرف شيء ينتقد العالم لا لكن كلامه هو عالم هو فقيه هو لما ترفعت عن هذا الشيء بدأت جاي لبنات الانحراف زين هسه الاحصائي ايش صار عندنا عفوا الرشدي صار وسيل احصائي وبدا الرشدي هم
أنا حسب تتبعي ما تتبعت كثير، لكن حسب اللي وصل عندي تتبع الناقص، هم كلماته مو فد ذاك الانحراف اللي مثلا زين. لكن من بعد الرشدي صار خطوة ثالثة في الانحراف، من بعد الرشدي أجي كريم خان الكرماني. هذا الكرماني قال ها زين، أنا أشوف ترسخت عنده مدرسة الإحساء شنو وجود شخص فوق هذا النف. فوق النقد، مميز، وجود مميز زين. هذه صارت عندهم هاي الثقافة. الآن كرماني أجي ركب عليه قال شوف، عدنا الله، عدنا النبي، طيب عدنا الإمام، ذني الثلاثة واضحة، وعدنا الركن الرابع. شنو يا الركن الرابع؟ أربعة أركان مو ثلاثة، عجيب. شنو الركن الرابع؟ قال هو أحكام التولي والتبري، هو الولي الكامل، مؤمن الكامل، سمى بالمؤمن الكامل. زين. قال في كل زمان لابد غير الإمام من وجود مؤمن الكامل. ثم الجناية اللي ارتكبتها الكرماني وهذا موجود الآن في كتابة، الأخوة بإمكانهم يراجعون، أنه فتح كتاب الحجة مرسول كافي وصار الدرجات. كل رواية، شوفوا فصل الخطاب مال الكرماني، شوفوا موجود، كل رواية نزلت في شأن أهل البيت إذا ما في ذكر اسم أهل البيت طبقها، أسقطها على الركن الرابع، على المؤمن الكامل. لو خلت الأرض بغير حجة لساخن ركن الرابع، عجيب. لا يترك الأرض بغير عالم يعلم زيادة نقصان، هذا ركن الرابع. ما ذي به تمطرون، ركن الرابع. كل الروايات قال هو هذا، على المؤمن هذا هو، وصار فاد إمام بعد إيه فعلا إيه. إذا هو الحجة وهو زين، سوين وانصرنا الرشدي أحد تلامذته الكرماني أنشأ طريقة الشيخية الكرمانية. زين طيب، إذا تلميذ آخر للمدرسة الإحقاقية السكوئية ذولا لا مو مثل الكرمانية، ذولا ما قالوا الركن الرابع، لكن مع ذلك قالوا نرجع مو لكل عالم، كون من نسل المؤسس، كون من كذا، يعني حالة أخرى. في هذا البين أكو تلامذة أخرى سمعت أذكرهم، في هذا البين من تلامذة الرشدي السيد علي محمد الباب. عجيب. سيد علي محمد الباب شاف الأرضية مهيئة. مهاي صاحبنا زميلنا بالدرس كرماني سأجى الدعارك، هو ليش أنا ما أدعي يوحداني. قال جماعة مو أنا باب الإمام محمد علي الباب، ما كان بإمكاني يدعي البابية لولا هاي الأرضية. ديروا بالكم عن لا توجدوا هذه الأراضي. هذه إنذار من أهل البيت عليهم السلام، إياك وأن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال. ما يصير عمي، ما يصير، مع سمعتنا 14 مو أكثر، علماء على الرأس، نحن تراب أقدامهم، ما نصير بس مع سمع 14. حسنت. إذا قدست أكثر من الغلو مغالات، المشكلة عندنا مسألة الغلو فيها في الأئمة متطرقين لها، يعني كثير تطرق لها، أكو عندنا غلو في العلماء، هذا خطير، هم يكسر خطير حبيبي. الآن البهائية اللي تشوفها نتيجة وليدة الغلو في أحد العلماء، العالم على الرأس، هو ما عليه مؤاخذة. الذين رفعوا فوق رتبتي علي محمد باب، اجي الدعاء قال أنا باب الإمام. زين ذول من تلامذة الرشدي 18 واحد آمنوا به، سماهم عدد حروف الحي، لأن هم 18 بالأبجد يصير حي حي. فذول 18 اللي أول من آمن بهذا سووا اي بعد الدعاء، حتى أدخل اسمه في الأذان بعد الشهادة الثالثة، هذا الباب علي محمد الباب. ولحد الآن عندهم يعني يؤذنون به؟ لا، هو البابية انتهت بعد صارت البهائية. قلت لكم هو تاب على أساس قتلوه بعدين اجي وبشر، قال لما ادعى النبوة قال سيأتي من يظهره الله. من يظهره الله؟ بعد اجي من بعد حسين علي البهاء النوري، من حسين علي النوري اللي ملا، قال أنا الذي أنبأ بشر بي الباب. أي
فصارت الديانة البهائية وقال أنا نبي كإبراهيم كموسى كعيسى دين الإسلام فترة 1000 سنة ماكو بعد 1000 سنة انتهى. زين هذا مو مخالف البديهيات يعني استغرب من الناس يعني خم الخاتم أحسن هو هذا يعني أنت أحسن أحسن شيء لتحسين العقيدة أن أولئك المفترين لضروريات المذهب عدد الأئمة 12 مو أكثر مو أكثر إذا وحد عن الإمام 13 كاذب لا تتردد في تكذيبه حبيبي كما قلت الإمام العسكري سلام الله يحاسبنا الإمام الحجة يحاسبنا يوم القيامة أم ماذا يحاسبنا لماذا قصرتم في الشدة مع أولئك قصت في دول ما يح مو بس مو تبري ليونة. مو بس تبري لا شدة في شدة التبري. في التبري مو ليونة مو أنا أجي أنا شيعي 12 أأجر لي عندي ساحة فارقة عندي كذا عندي بناية أأجر لهم يسووا لهم مكتب يسووا لهم موكب ما يصير هذا حرام ترويج الباطل هذا يعني هذا مو ما لي علاقة أنت شنو أنت فقط مو مقصر في واجبه هذا من جنود الشيطان يعني صحيح زين على كل حال فهذه صارت الديانة إذن البابية والبهائية إنما نشأت في أحضان شنو المدرسة الشيخية كما بين أنا ما أقول أن المدرسة الشيخية هم يؤيدون لا هم الآن هم يتبرؤون يقولون علي محمد الباب هو انحرف من تلامذة الرشدي صح ما أريد أناقشهم بس أنا كظاهرة اجتماعية جاية هو هذا الذي مهد له أحسن هذا الطرح هو الذي أنا مهد هو هذا لا ينكر لا أحد يتصور أنا جاي أقول مثلا أن الرشدي هو الذي يؤيد الباب لا لا علي محمد الباب انحرف من تلامذة الرشدي لكن ليش انحرف في أي أجواء الزلات. ليش أجواء شلون هيئ لها شلون وهذا في تقديس غير المعصوم لما تسوي هيك تصل لهذه هي بعد خطوات هي طبعا تصل لهذه الخطوات نعم احسنتم شيخنا احسن الله ما ادري عندنا بعد نماذج بالنسبه لي نعم اكو اكو بعض النماذج موجوده حتى هذه البابيه والبهائيه احنا ما دخلنا في تفصيلات في تفصيلاتهم انا فقط ذكرت البهاء الاراضيه التي سبب ظهور مثل هذه المدعى يعني لو ندخل فيه قد يطول بنا ما ادري الوقت لا يسمح الاخوة يقولون اذا فالاسبوع القادم ان شاء الله نتطرق لهذه المسألة وبعض النماذج المعاصرة الاخرى والاهم من كل ذلك من هذه النماذج ان نعرف ما هي وظيفتنا تجاه اولئك هذا اولا وكيف نحصن انفسنا وشبابنا عن انحرافاتهم انا اريد اكثر شيء اركز على هذه النقاط اما تفاصيل أقوال والقيل والقال خو هذا إن شاء الله يحتاج إلى على كل وقت أحسنتم شيخنا طيب الله أنفاسكم أسمع. وشكرا لكم على هذا العرض الرائع حقيقة والمفيد أعزائي المشاهدين انتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم معلومات ساخنة ومهمة أكثر إن شاء الله إلى الأسبوع القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونظرة الأيام